الجيل عمل مكلف كتير مفعوله ما بيفيد مضمونه ما بيفيد غير تردد القناة حط على التلفزيون جديد الراعي بطل خرب عليك الفيديو كليب الفن رسالة كل فنان بيجيبك في تريب بليز فيك تعطيني دو تعرف التوناليتي توناليتي وهذا مش شعار جمعية لتوعية السميعة نص الأغاني رديئة وإحنا للأضواء بليعة لحن مسروق اسم أوروبي ولا شيعة الطبيعة الصوت ملعوب الخدمة نفوخ العين والسيعة شركة إنتاج إذا الألبوم ما باع بتبيعها أضواء والمسرح وقت الحفلة مش عارفة ليش ضاوية والخشب بتحمل أي حدا طالما جمهوره راضي كل ما لمينا النقط عن حروف بتفلك دير بالك حتى من الأعمال اللي بتتوجه لطفلك وصل الحال لحد عن جد ما اسمعش جديد من اي حد لا طريقه سرد ولا محتوى ومش كله بغني من القلب وهاي رساله ما بستنى منها رد ولما حريتك جوا بيتي بتخلص هون حريه الفرد من فعاليات المساء جابوا لك البث افرح من الواضح انه ما خلوا لك للابداع مطرح لو نفسك بالشهرة ما بدي خفف من حماسك بس عن جد ملينا نسمع فنانات بلاستيك يلي حبك نار تعبير مجازي من مزاجي بنصح هذا النوع من الفنانات تاخد اجازه لو سرقوا لحن واقنع ضربوا سمع سوق انحرق وولع وتر مقطع كلمات مش فاهمين منها مقطع لو الرقابه تنسى مره تراقب مره محاولات كثيره بدهم الايحاء من برا بتزي كل مره من برا برا خد فن بديل للجيل اللي فيك المجره وصل الحال لحد عن جد ما تسمعش جديد من اي حد لا طريقه سرد ولا محتوى ومش كله بغني من القلب وهاي رساله ما بستنى منها رد ولما حريتك جوا بيتي بتخلص حرية الفرد عن جد ده تسمعش جديد من اي حد من مزاجي بليز فيك تعطيني دوت اعرف التوناليتي بنصح هذا النوع من الفنانات تاخد اجازه حبك نار